السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا وألف مرحبا متتبعات قناة سحر الطبيعة. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه بحول الله جوج ديال المقبلات، مقبلة بالفول اللي غادي نديروه إن شاء الله مشرمل بلا مطيشة وبالقشور ديالو وما تجيكمش غريبة، وكذلك غادي نشوفوا مقبلة بالباذنجان اللي هو زعلوك. غادي تقولوا لي راه كلشي كيعرف يدير زعلوك، فعلا كلشي كيعرف يدير زعلوك، ولكن ماشي كلشي زعلوك ديالو كيجي بنين. راه كاين شي زعلوك اللي الا درتي الضغمه الاولى ما تعاوديش ديري الثانيه، وكاين شي زعلوك اللي ما شاء الله تاكليه بخبيز كتبقاي تاكلي فيه حتى كتحسي التبصيل من كثر ما انه بنين. لهذا اليوم ان شاء الله قررت نشارك معكم هاد جوج مقبلات باش ان شاء الله غادي نعطيكم لي ديتاي باش يجي معاكم غزال وبنين، باش ملي تسربيه في جنيبات ديال الطبله ديالكم تعرفوا شنو حطيتو. دابا غادي نخلي هذا على جنب حتى ها هو حتى ندويو على بودنجال ان شاء الله. هنايا قبضت بودنجال والكميه تحكموا فيها نتوما كيف ما بغيتو. خديتو هنا ها هو باش نوريكم وشويتو في الفران البنات، انا درتو في الفران. الا كنتو من محبين هذيك الريحه اللي كتكون في بودنجال اللي كيكون مشوي فوق البوطه، شويه فوق البوطه. ما كنتوش باغيينها ديروه غير في الفران. انا شديتو دهنتو بشويه ديال الزيت وحطيتو في اللاطه ودفعتو في الفران حتى تشوى، ومن اللي خرج هكا يعني رطاب ما بقاش قاصح خشيتوه في هذا البلاستيكه غير باش يعرق ويرجع ليه الصه ديالو، وغادي تسهل هاد القشره غادي تزول بكل سهوله بحال هكا كيف ما كتشوف. شفتوا ملي كيس يعرق كيتنقى مزيان. هنايا عندي كميه ديال القزبور، القزبور فقط البنات، ما ديروش المعدنوس بصفه نهائيه غير القزبور. وعندي كميه معقوله ديال الثومه، ها هما عندي ثومات كبار غادي ان شاء الله غادي ندقهم، غندق هاد القزبور وهاد الثومه. انا غنديرهم يعني بكميه في مره واحده، غادي نحتاج الفول وغادي نحتاج الزعلوك باش ما نبقاش كل مره نقطع، غادي نقطعه ونحطه حدايا باش نبقى ناخذ منه. دابا انا غنمشي غادي ندق هاد الشيء وغادي نقي هاد الفول، عفوا هاد الباذنجان، غادي نقيه ونقطعوه هكا مربعات ونرجع نكمل معاكم. وهنا البنات الغزالات غادي نقول لكم هاد لي ديتاي اللي غادي تتبعوهم ان شاء الله، غير بقاو معايا حتى الاخير باش ان شاء الله تعرفوا عليهم. اول حاجه اللي غنتفقوا عليها هو ان مطيشه اللي كنديروا بها زعلوك خاصها دائما تكون محكوكه، بعكس مثلا كنا دايرين تكتوكه. تكتوكه كتبغي مطيشه تكون مقطعه مربعات. وكذلك واحد المعلومه اخرى هو ان مطيشه ديال الزعلوك خاصها تكون بكميه اقل من الدنجال، يعني خاص الدنجال اللي يكون غالب على مطيشه، بعكس كيف ما قلت لكم تماما مثلا في تكتوكه خاص العكس يكون مطيشه هي اللي غالبه على الفلفله. وكنحكوها البنات بالزريعه ديالها، معروفه يعني مطيشه ديال الدنجال كنحكوها بالزريعه ديالها. هاد لي ديطاي البنات اللي كنقول لكم راه هما اللي كيشكلوا فرق في البنه ديال الطبق. راه كتلقاي جوج طباسل، ها هو طبسيل فيه زعلوك وفيه زعلوك، واحد باسل وواحد بنين. علاش؟ غير في الطريقه ديال الطياب ديالو وفي هاد التقنيات اللي تنقول لكم. شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي ناخدو هاد مطيشه من غير ما نضيف ليها حتى حاجه. انا راه حكيت هنا جوج مطيشات كبار ولا متوسطين، المهم نتوما عينكم ميزانكم على حسب الكميه اللي دايرين ديال الدنجال. غادي ديوها فوق البوطه وغادي تخليوها طيب مزيان مزيان. انا كنأكد عليكم المطيشه ما تخصهاش تبقى خضراء، لان من بعد غنقول لكم علاش خصها طيب مزيان مزيان من غير ما غادي نديروا لها حتى اضافه. غادي نديها فوق البوطه وها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي مطيشه ديالنا بقات كطيب بوحدها حتى ما بقاتش يعني كتطلق هذاك الماء ديالها. خص هذاك الماء تشربوا، ها هي بقات غير مطيشه بوحدها، يعني تنأكد عليكم خصها طيب مزيان. هنا في هذه اللحظه شنو غادي ندير؟ غادي نضيف ليها واحد نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت بلديه وزيت روميه. ها هو ضفتو. وشنو المرحله اللي غنديرو هنا؟ غادي نخليو هاد الزويته طيب مع هاد المطيشه حتى مطيشه تتعلك تولي معلكه. لا
لان هذا هو السر باش ما كيجيناش الدنجال يعني غير ميه كناكلوه وكنلقاو فيه الماء. خص مطيشه طيب مزيان، وغادي كما قلت لكم تعلق ليا مع هاد الزويته. يعني البنات كنجيب لكم وصفات اللي بساط وفي متناول الجميع وشعبيين، راه ما كاينش شي دار مغربيه ما كديرش زعلوك، يستحيل. راه كنا كنشريو بودنجان واما كنقليو اما كنوضو نديرو الزعلوك. وعلى فكره راه كاين في قناه واحد الفيديو كندرت فيه درت بودنجان بواحد الشكل مختلف، غادي نخليه لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف. كان نوع من التغيير يعني ماشي بهذه الطريقه درتو، حتى هو راه كيجي رائع، غير جربوها البنات وانا متاكده غادي ينال الرضا ديالكم. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا غنبقى نحرك هكذا حتى كما قلت لكم تعلق لينا هاد المطيش. معلكه البنات هانتوما شتو. في هاد الاثناء غادي نضيف هذاك الدنجال اللي شويت وقطعته مربعات صغيره. صافي غادي نحرك هكذا وغادي نضيف الكميه اللي قلت لكم ديال القزبور والثومه، نديروه شويه بزايد. هذا غنخليه الفول وغادي ندير التوابل. عندي هنايا التحميره، عندي هنا الكمون، كتعرفوا البودنجان كيبغي الكمون اكيد، وغادي ندير الملح. صافي البنات وغادي نحركو هكذا، وغادي نعطيكم اخر معلومه في هاد المقبله ديال الزعلوك، هو ان الدنجال ملي كنضيفوه هنا ما كيبغيش يطيب بزاف. صافي لان خلاص مطيشه اللي عندنا راها طايبه ومعلكه طيبناها مزيان. صافي غادي نديرو ليه جوج تحريكات ثلاثه وغادي نزولوه من فوق البوط. صافي البنات هنايا غادي نطفي. واحد الحاجه ما قلتهاش لكم، ملي تضيفوا البودنجان زيدوا في البوطه، يعني جهدوا فيها ما تخليوهاش ناقصه باش البودنجان ديالكم ما يطلقش الماء. صافي كما قلت لكم تحريكه جوج وغادي نزولوه من فوق البوطه وبالصحه والراحه. وراه دقتوا البنات ما شاء الله، جربوه وردوا عليا الخبر. وهنا غادي نجيو المقبله ديال الفول، راها ساهله ما كاينش مسهل منها. وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي هنايا الفول بالقشور ديالو. انا هاد الفول البنات عندي راه خضر وصغير باقي فتي، ها هو. غتقبطوا مثلا غتختاروا هذوك الفولات الا كنتو هذا الشيء، الا كنتو من محبين انكم كتخليوه بواحد الكميه بالقشور ديالها، ما كنتوش باغينه راه كتنقيوه بطبيعه الحال عادي. انا كيعجبني هاد القشور ديالو ملي كيطيب. الا كنتو باغين ديروهم ملي تبركي عليها هكا يعني كتقسم معاك بكل سهوله، كتعرفيها راه فتيه وخلاص، كتاخدي هذيك اللي رقيقه. المهم في الشوفه راه كتبان انها فتيه وكتكون خضره، ما كتاخديش هذيك الفوله اللي كتكون عريضه والجلفه ديالها قاصحه، هذيك راه ما غاديش طيب. غادي ديري هكا، وانا خليت هاد ثلاثه باش نوريكم الطريقه كيفاش كنقيه. كتزولي ليه هاد الراس هذا، الا كان فيه الخيط راه كيتبعك الخيط، ما كانش فيه الخيط راه ما كي راه ما فيهش، حيت اصلا هذا راه صغير فتي. صافي وكتقطعي هكا، كتحسي بان الفوله كتجي تقسمي ما بين الفوله والفوله، ها هي فوله هنا وفوله هنا. صافي وكتقطعي بحال هكا باش ما كتجيش في الفوله كتقسميها هكذا. نعاود معكم كتزولي هكا، هذا راه ما فيهش الخيط، ها هو هذا شتو هاتو. كتزولي غير هاد الطريبيشه ديالو وكتجري هكا، الا كان فيه الخيط راه كيتبعك كامل. وصافي وكتجي هنايا كتقسمي وهذا ما كان. صافي كنتمنى نكون انني شرحت لكم مزيان. هنا غناخذ الكوكوط، غادي ندير الفول ديالي اللي مغسول بطبيعه الحال، ها هو. غادي نضيف ليه الكميه اللي خليت ديال القزبور والثومه، وهاد الفول البنات كيبغي ان الكميه ديال القزبور تكون فيه باينه، ما غادي نديرو لا مطيشه لا حتى شي حاجه. غادي ناخذ كاس صغير ديال الماء فقط،
وانتم عاوتاني على حسب الكميه ديال الفول، لكن انتو ديري الفول بزاف ديروا كاس كبير. غادي ناخد 10 ديال الحامض. علاش كندير الحامض؟ كتعرفوا الفول كيكحل، الا درنا الحامض ما غاديش يكحل لينا. غادي ندير كميه ديال الملحه اللي جهد اللي ملح لينا. غادي ندير الكمون نفس التوابل اللي درنا في الزعلوك ديال الدنجال. غنديروا كميه ديال الكمون وكميه ديال التحميره، وغادي ندير شويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال الزيت البلديه هكذا، غير زعمو الزيت البلديه. صافي درنا فيه كل شيء هانتوما البنات مع داك كاس ديال الماء. ودابا غادي نسد عليه وغادي نديه البوطه على النار، سمعوني على نار تكون مهيله بزاف بحال الشمعه، ما تجهدوش عليه باش ما يوكحش هذاك الكاس ديال الماء ويتحرق لكم الفول ويبقى اخضر ما يطيبش. غادي نردو على البوطه كما قلت لكم، غنسد عليه حتى ملي نجي نحل عليه ونقلبه نلقى هاد الجلوف ديالنا طابو، يعني هبطوا ولاو بحال الزبده. غادي نديه البوطه وملي يطيب ان شاء الله نرجع معاكم. اه البنات رجعت معاكم، باش تعرفوني ما كنبغي نخزن عليكم حتى حاجه نسيت ما قلتهاش لكم ورجعت نقولها لكم. الا كان عندكم الفول يعني كبير، يعني بعدا هذاك الفول ما ديروش بالضفر ديالو، ديما ملي تنقيو الفول زولوا ليه هذاك الضفر. الفول الا كان عندكم كبير غادي تقبطوا الموس وغادي تفلحوه نص فليحه بحال هكا، ماشي من هنايا من هاد البلاصه فين تيكون عنده الضفر، لا من هنا هكذا. شتو الا كان عندكم كبير؟ شوفوا انا تبارك الله كيفاش خضر، شوفوا الفول شتو كي اللون ديالو خضر، هذا راه دغيا غيطيب كيف تي دغيا دغيا. انا كنقول هاد القضيه غديروها في حال ما كان عندكم الفول كبير يعني عاصي والحبه ديالو كبيره. دابا غادي نديه فوق البوطه وملي يطيب غادي نرجعو ان شاء الله باش نخليه يتشحر. وهالفول ديالنا البنات طاب، شوفوا ما شاء الله، غادي نوريكم كيفاش طاب زبده ها نتوما، وغادي نرجعو حتى هادو ها هما طابوا. شوفوا شوفوا الفول البنات غير كنبريسيه تبارك الله، راه فتي رطب. وحتى هادو ها نتوما البنات ها نتوما ملي كنبرك عليهم ها هما شتو، ما تخافوش قولوا راه ما غاديش يطيبوا ولا شي حاجه، ها هما طابوا بحال الزبده. دابا غادي نرجعو يتشحر باش يوقف هاد الزويته ديالو اللي كتشوفوها. ما شاء الله البنات على ريحه، ريحه الفول طالعه وراه غزال، غير جربوه بهالطريقه وردوا عليا الخبر، راه كيجي رائع البنات. دابا غادي نرجعو غير يتشحر شويه ونشوفوا الاشكال اللي درنا بجوج في الطبق النهائي. وهنا البنات نكون وصلنا للشكل النهائي، هذا هو الزعلوك ديالنا. على فكره البنات الا كنتم من محبين ان زعلوك يجي حار، ملي تكونوا كتضيفوا التوابل ديروا شويه ديال السودانيه، انا ما درتش غير على حساب وليداتي. هنا في زينته بالفلفل ها هو مرقد حار اللي بغاه ياكلو من الفوق، وهذا هو الفول ديالنا، ها هو طاب وبقى في هذيك الزويته ديالو، شوفوا ما شاء الله يعني كيجي واقف ديك الزويته، ورافقته بالحامض مصير. وهادو هادوك اللي درت بالقشور راه طابو زبده، كل شيء طاب. والبنايه البنات ما نقولش لكم، جربوهم البنات وانا متاكده غادي يعجبوكم وردوا عليا الاخبار. الى عجبوكم البنات ما تنساوش اختكم من لايك، لايكيو لي الفيديوهات البنات، جزاكم الله كل خير. لهنا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع فيديو اخر ومع الف سلامه.